مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو سنستعرض مجموعة من الأخبار الحصرية المتعلقة بأبطال مسلسل زهور الدم الموسم الثالث. قبل أن نبدأ في الغوص في تفاصيل هذه الأخبار المثيرة، أود أن أطلب منكم دعم القناة من خلال الضغط على زر الإعجاب والاشتراك حتى تتمكنوا من متابعة كل جديد ينشر هنا. دعونا نبدأ ونتعرف على ما يجري في الساحة. هناك دعم كبير يظهره الفؤنز لمور بعد التصرفات الأخيرة التي قام بها باريش، حيث يبدو أن هناك مشاعر سلبية قوية تجاه يامور. يتضح أن هناك حقداً كبيراً عليها، وهو أمر غير مقبول. يامور مشغولة بالعديد من الإعلانات والتقارير، وقد تضطر أحياناً للاعتذار عن بعض الالتزامات بسبب انشغالها المتواصل. من المهم أن نفهم أن الرزق بيد الله، ولا يمكن لأحد أن يأخذ رزق غيره، لذا يجب علينا جميعاً أن نتحلى بالصبر والتفهم. من غير المعقول أن يتم انتقاد شخص لا يزال في بداية مسيرته، وأعتقد أنه يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية أكبر. الفؤنز يقفون دعماً ليامور، وقد أطلقوا حملة لتعليق المتابعات لباريش وأسمو، حيث كان أسمو يدير حسابات يامور وباريش، وهذا الأمر لم يكن في صالح أحد. أعلم أن الكثير منكم قد يكون مشغولاً في هذه اللحظة، ولكن من الضروري أن نتحد ضد أي شخص يسعى لإيذاء الآخرين. يامور قامت أيضاً بالإعلان عن علامة تجارية عالمية معروفة، مما يدل على مدى اهتمام الفؤنس بها وبأسلوبها. هذا يعكس حبهم ودعمهم لها. أما بالنسبة لباريش، فقد أظهر أنانية واضحة، حيث يبدو أنه يفكر فقط في مصلحته الشخصية دون أي اعتبار للآخرين. آمل أن نتمكن من مناقشة هذا الموضوع بشكل أعمق في التعليقات، حيث يمكنكم مشاركة آرائكم وأفكاركم. وأخيراً، لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم التنبيهات عند نشر الفيديوهات القادمة. سيكون لدينا المزيد من التفاصيل المثيرة التي تستحق المتابعة. شكراً لاهتمامكم ومتابعتكم، ونتطلع إلى تفاعلكم.